السلام عليكم ورحمة الله تعالى. في إسرائيل لا حديث يعلو على حادث اللي حصل لأكثر من 4000 مستوطن كانوا بيحتفلوا بحفل زفاف في البحر الميت. الكلام كله عن الحادث اللي حصل هناك. وسائل الإعلام الإسرائيلية وعلى رأسهم القناة 13 الإسرائيلية عاملة بث مباشر منذ أكثر من 6 ساعات. والحقيقة الخبر كان قدام مني من زمان، يعني من ساعة الواقعة، لكن انا فضلت انتظر لما اشوف الاحداث رايحه على فين عن ان الارض للبحر الميت. معروف اصلا ان الارض هناك في اماكن منها الارض رخوه، الارض البحر الميت سحبت عدد كبير جدا 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 من المستوطنين. طائرات الاحتلال اكتر من 13 طياره هليكوبتر بتجوب المنطقه اللي هي عباره عن كيلومتر مربع كان بيحمل هذا العدد من المستوطنين. تمام، بدات الاخبار بقى في اسرائيل توضح الرؤيه، الا وهي كان هناك حفل زفاف، وكان هنا المشاركين اللي هناك بعض منهم دخل على شاطئ البحر الميت، فحدث انهيار او انجراف للتربة المائية هناك، ففقدوا عدد كبير جدا 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 من المستوطنين اللي موجودين في البحر الميت. وكان الفيديو للبحث عن هؤلاء بهذا الشكل. الغريب فين بقى، وده اللي خلاني اتأخرت شوية عبال ما سجلت لحضراتكم الفيديو، هو لو حضراتكم تابعتوا كلام المستوطنين والناس اللي مهتمين بالأمر، أغلبهم من مجتمع الميم. عارفين انتوا مجتمع الميم الكيوت ده، الراجل للراجل والست للست والكلام ده كله. وسبحان الله وتعالى، يعني أكيد حضراتكم تعرفوا ده، إن البحر الميت ده ومنطقة البحر الميت وتحديدا منطقة سدوم شهدت واقعة قوم نبي الله لوط عليه السلام. البحر الميت على فكرة يا جماعة من ناحية الأردن، واقعة نبي الله لوط لقرية سدوم كانت في البحر الميت. وهنا نصيحة لبعض الإخوة الأفاضل، لما حضرتك عايز تتكلم عن هؤلاء ما تقولش لوط أو الكلمة المحرفة ليها، لا، قول سدوم السدومي. ليه؟ لأن كانت القرية اسمها قرية سدوم، وهو ان ربنا سبحانه وتعالى ارسل تقريبا 4 ملائكه عدوا على نبي الله ابراهيم الاول في الخليل وبشروه بان ربنا سيرزقه باسحاق ومن وراء اسحاق يعقوب، ثم ذهبوا الى نبي الله لوط، والقصه اللي اكيد حضراتكم كلكم فاكرينها. طيب المقصد من الكلام ان الواقعه او البحر اللي شهد ما حدث لقوم نبي الله لوط هو نفس البحر اللي بيشهد اللي بيحصل للمستوطنين الإسرائيليين، اللي كان البعض منهم من الناس الكيوت الناس الرائعة اللي هم مجتمع الميم، اللي زي ما قلت لك الراجل مع الراجل والست مع الست. عمليات البحث في هذه المنطقة لا تتوقف تماما من ساعات طويلة للطائرات الإسرائيلية وللمستوطنين وللحكومة الإسرائيلية والمسؤولين في الحكومة الإسرائيلية اللي بيبحثوا عن عدد كبير جدا من المستوطنين من ساعات طويلة، لكن لا أثر لأحد منهم حتى هذه اللحظة بهذا الشكل. יעקב פלוגליך ואלעזר צולק להודיע בדחיפות לאזור הבמה. ده كان خبر كده او تفصيله على الجانب كده، بس خليك تذكر ان هذا البحر هو اللي شهد وقعه نبي الله لوط، وان المستوطنين الافاضل الكيوت اللي بيحبوهم انصار ابن سلمان وانصار السيسي والكلام ده كله، المستوطنين دول اللي هم قطاع منهم كبير من مجتمع الميم، الناس الافاضل، عارفين انتوا الناس الافاضل الجميله الناس المميزه، قال له انت من مجتمع المميزين، فالناس المميزين دول قطاع كبير منهم هم اللي البحر قرر ان يعني ايه يجعلهم يستمتعوا بهذا الليل. هم بيستمتعوا الان بهذا الليل في البحر من باب ان هم يعتبرهم بيصيفوا. وسائل اعلام اسرائيليه بتقول لك 4000، ووسائل اعلام اسرائيليه ثانيه بتقول لك العدد لا 2000 مش 4000، وكأن العدد قليل يعني 2000 يا عم الحاج انت في ايه، وناس ثانيه بتقول لك لا ده 4000. طيب نتمنى السلامه للبحر الميت يا جماعه، نتمنى السلامه للبحر الميت اللي فيه على كثافه من الاملاح في العالم كله، واللي سبحان الله وتعالى هذا البحر للي ما بيعرفش يعوم لو نزل في البحر لا يغرق. بالمناسبه البحر الميت لو انت ما بتعرفش تعوم الميه ما بتسحبكش، ليه؟ لان كثافه الاملاح فيها عاليه جدا جدا، لكن حصل اللي حصل للمميزين، عارفين انتوا المميزين؟ حصل اللي حصل ليه. ده كان خبر على الهامش كده. الخبر الثاني او الفيديو الثاني اللي عايز اوريه لحضراتكم وهو لبعض المستوطنين برضو اللي كانوا في شاحنه جايه من الاردن معباه بالدقيق والكلام ده كله، فاستهدفوا الشاحنه ونزلوا الدقيق من عليها بهذا الشكل. ايديك مش تصريخ
فيني كم ما الشاحنة دي كان جاي من الأردن بس يا جماعة النهاردة، وكانت رايحة لإخواتنا في غزة، لكن المستوطنين وقفوها وعملوا اللي عملوه زي ما حضراتكم شفتوا. عايز أروح لحضراتكم لخبر آخر، أنا بس بنقل لحضراتكم محطات صغيرة كده لخبر آخر، وهو اللي نشرته قناة العبرية الناطقة باللغة العربية. الخبر اللي أمام حضراتكم ده واللي بتتكلم فيه عن إن الخبر مطول على فكرة يا جماعة بس، والفيديو أصلا مطول كبير جدا يعني ملخصه، يعني المظاهرات الطلابية اللي موجودة في الجامعات الأمريكية لا تفيد القضية الفلسطينية. أما اللي بيفيد الانبطاح، يالا يادي الانبطاح هو اللي بيفيد القضية الفلسطينية، زي انبطاح محمود عباس واللي حصل مع شباب في طول كرم النهاردة، أجهزة الأمن بتاعت محمود عباس واللي عملته مع الشباب في طول كرم النهاردة. محمود عباس اللي خرج وقال لك احنا سيبنا القدس عشان النبي ساب مكة، والله العظيم يا جماعة محمود عباس له فيديو كده قال لك احنا سيبنا القدس عشان النبي ساب مكة، وانا يا جماعة احموني اعتبروني من الحيوانات الاليفة، ده محمود عباس قال عن نفسه كده. فقناة العربية بتقول لك ان على فكرة الاحتجاج الطلابي اللي بيحصل في امريكا واللي بيحصل من الامن الامريكي للطلاب لن يفيد القضية الفلسطينية في شيء، ده الاحتجاج الطلابي ده مش هيفيد القضية الفلسطينية. امال اللي بيفيد يا ده الانبطاح بتاع السيسي وابن سلمان وابن زايد، ايه اللي يفيد القضية الفلسطينية؟ اقول لك انا ايه اللي يفيد القضية الفلسطينية، ايه اللي يفيد غزة كمان؟ اقول لك انا اللي يفيد غزة دي انك تعمل ممر بري يالا من الامارات للسعودية للاردن يالا وتدخله لاسرائيل يالا، هو ده اللي يفيد القضية الفلسطينية. انما تقول لي احتجاج طلابي والطلاب في الجامعات الامريكية واقفين وبيهتفوا وعايزين اللي في غزة يتوقف، لا يالا، اللي يفيد القضية الفلسطينية هو القمة العربية. والله بالمناسبة شفت فيديو كده لمجموعة من السوريين تقريبا مسلسل او مشهد في مسلسل حاجة زي كده، قال له ايه على قمة في العالم؟ قال له قمة جبل إفرست معروفة اللي في جبال الهملايا والكلام ده كله جنوب شرق آسيا. قال له اعلى قمة في العالم قمة جبل إفرست. قال له طيب جميل جدا، ايه بقى اوطى قمة في العالم؟ قال له القمة العربية. ايوه قال له القمة العربية هي اوطى قمة في العالم. فالقمة العربية انعقدت في الرياض تقريبا يوم 11 نوفمبر 2023، وقال لك كسر الحصار ودخول المساعدات من 11 نوفمبر ل 11 ابريل، ادي ما يقرب من 5 أشهر أو 6 أشهر، ودخلنا الشهر السابع. ايه بقى اللي عملته القمة العربية؟ طب ايه اللي عمله الانبطاح العربي؟ طب ايه اللي عمله التطبيع الاماراتي الكيوت اللي قالك من اجل وقف المستوطنات فطلع نتنياهو بصق عليهم قال لا هنكمل المستوطنات؟ طب ايه اللي عمله الانزلال والانسحاق بتاع عبد الفتاح السيسي لولاد خالته في اسرائيل؟ حمل قضية؟ طب اللقاءات والمخابرات رايحة جاية من مصر لاسرائيل وقفت اللي بيحصل في غزة؟ مفيش اي، بالعكس اخر زيارة للمخابرات المصرية لغزة لاسرائيل قالت لهم رجع انت وهو روح احنا هندخل رفع هندخل يلا دي انت وهو يا هفا انت وهو. ايه اللي عملته القمة العربية؟ ايه اللي عملوه وزراء الخارجية العرب اللي كانوا من ايام قليلة كانوا موجودين مع وزير الخارجية الامريكي؟ ايه اللي عملوه وزير الخارجية الامريكي من قلب الرياض؟ قال لهم احنا بنتكلم عن الناس اللي اتاخدت يوم 7 اكتوبر يخرجوا، لم يتحدث لمن قريب ولا من بعيد عن 35,000 واحد ارتكوا لربه. بس قناة العربية خرجت بالخبر اللي امامك ده قالت لك لا لا نو اللي بيحصل في امريكا هذا غير في غير صالح اهل غزة. ايه بقى اللي في صالح اهل غزة؟ يا دي انك تبقى خاين، تبقى عامل زي قناة العربية الناطقة باللغة قناة العبرية الناطقة باللغة العربية. سلام عليكم.